اهلا بيكم من جديد. دايما على فيسبوك او اي سوشيال ميديا بلاتفورم او منصه تانيه على السوشيال ميديا بيظهر قدامك اعلانات تفهم منها انك ممكن تحقق ارباح سريعه وكبيره جدا جدا. الحاجات دي بتظهر لنا ليه وبتظهر لنا ازاي؟ ايه خطورتها على المستخدمين؟ هل ممكن تكون بوابه لعمليه اختراق ولا لا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من ضيفنا من دبي المهندس جميل ابو علي مستشار امن المعلومات. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. يمكن مستخدمين كتيره جدا او يوزرز للسوشيال ميديا عموما بيكونوا معرضين لمخاطر الاختراق عبر منصات السوشيال ميديا سواء كان فيسبوك انستغرام او ايا كانت. يعني حضرتك شايف ايه اسباب زياده النوع ده من الهجمات في الفتره الاخيره؟ طبعا احنا شكرا على السؤال. احنا عايشين في منطقه بتشهد تحول رقمي هائل وعايش سباق مع الزمن للاستفادة من الإمكانيات الغير محدودة والإمكانيات الكبيرة جدا اللي أمنت لنا إياها هذه التكنولوجيا الحديثة من خلال الخدمات الإلكترونية الكثيرة اللي تكلم عنها زميلنا بالسابق، من تعاملات حكومية وتعاملات بنكية وتعليم وصحة وترفيه وأشياء كثيرة. والسوشيال ميديا طبعا صارت داخلة في مجالات كثير من التفاعلات اللي بنشتغل فيها اليوم. صحيح. من ضمنها برضو الخدمات هذه اللي بنتكلم عنها، والتكنولوجيا اليوم اصبحت في متناول الجميع وما عادت حصر. صحيح. على فئه محدده وصارت موجوده عبر كثير من الوسائل اللي بنشوفها مثل الكمبيوتر المحمول والاجهزه اللوحيه والموبايل والامور هذه. اي موبايل عليه معلومات كثيره جدا يعني. والوصول لهذه الخدمات والاستخدامها والتفاعل معها صار أسهل وأبسط. صحيح. يعني إحنا صرنا نشوف إنه الأطفال صاروا يعرفوا يستخدموا التكنولوجيا هذه ويتعاملوا معها وعندهم حسابات على السوشيال ميديا. عندهم حسابات وكبار وصغار. فالموضوع إنه والاتصال طبعاً على شبكة الإنترنت صار متاح للجميع ومتاح. صحيح. بشكل غير مسبوق من قبل. فبالتالي كمية الأشياء وكمية الناس وكمية خلينا نحكي إذا بدنا نسميها الأهداف المتاحة للناس الأشرار اللي بدهم يعني يسعوا للكسب الغير مشروع ويسعوا للأشياء اللي مش كويسة يعني صارت أكبر، فصار عندهم فرص أكبر لاستهدافها ولمحاولة الكسب الغير مشروع من خلالها. صحيح. وطبعا يعني اكيد اي عمليه نصب دايما بنقول ان دايما النصاب بيسهل على الطماع، بيسهل على النصاب تقريبا نص المشوار، يعني بان هو بيبقى بيطمعه فبيقع في الشبكه اللي بيعملها له يعني. لكن دايما بيكون عندنا سؤال، ايه هي اهم حاجه بالنسبه لمخترقين الحسابات؟ يعني هل مثلا في معلومات معينه بتكون اهم من معلومات تانية؟ ازاي كمان اليوزرز او مستخدمين السوشيال ميديا ان هم يقدروا يحموا نفسهم ويحموا بياناتهم او حتى حساباتهم خلال التعاملات عن طريق الانترنت؟ خلينا نتكلم واحنا بنتكلم الان تحديدا عن منطقتنا واللي هي بتشمل طبعا بتشمل مصر. احنا بنتكلم على حاجتين لما نيجي نقيم هذه التهديدات. بنتكلم على كمية الهجمات وعلى الضرر اللي ناجم عن هاي الهجمات. كمية الهجمات والضرر منها، كميتها والضرر منها. فبالنسبة للهجمات اللي تسعى للكسب المادي فهي طبعا بالمنطقة عندنا كميتها تقريبا موازية للهجمات اللي بتسعى لانها تسرق معلومات، لكن الضرر الناجم عن الهجمات اللي هدفها مادي أعلى بشكل كبير في منطقتنا تحديدا. والآن طبعا التنين مهمين والتنين حسب احنا بنطلع إذا هو الضحية مؤسسة يمكن يكون الضرر المادي عليها حسب طبيعة عمل المؤسسة أرحم من الضرر المعنوي او الضرر اللي ممكن ينجم عن طريق تسريب اسرار مثلا او تسريب اشياء لها علاقه بطبيعه عمل المؤسسه، بس يمكن للافراد يمكن تكون العمليه معكوسه. فهو الجواب للسؤال هم الموضوعين مهمين، لكن بيعتمد على مين الشخص اللي بيهاجم ومين الضحيه، لانه في اختلاف حسب الحاله. وطبعا يعني احنا دائما بنقول انه لما نكون شغالين على الانترنت سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او على يعني اي من الخدمات اللي موجوده على الانترنت، فلازم دائما انه احنا يعني ناخذ بعين الاعتبار اليقظه والحذر.
احنا لما نكون بنشتغل على الانترنت يعني زي ما بنوصي اولادنا لما يطلعوا على الشارع انه لازم تطلع يمين وتطلع شمال، انت لما تكون على الانترنت هذه زي الشارع، انت بمنطقه مش عارف مين اللي بمر جنبك ومين اللي بمر حواليك، صحيح. لازم تكون دائما حريص وواعي وتنتبه. وفي طبعا يعني اجراءات وممارسات معروفه تكلم عنها بعض الزملاء، يعني مثلا تأمين الأجهزة اللي بنشتغل منها يكون عندنا مثلا كلمات سر قوية، أعرف أنا عم بشبك على الإنترنت مثلا من خلال شبكة مأمونة ولا مش مأمونة، وهذا الكلام كثير مهم اليوم خصوصا أنه كلياتنا بكثير من الأوقات بنعتمد على الاتصال على الإنترنت من خلال الشبكات اللاسلكية اللي هي موجودة بكل محل واللي هي ممكن ببعض الأحيان ما بنعرف إذا في حدا مثلا ممكن بيتجسس علينا أو بيحاول يتلصص على اللي بنعمله فيها. متهيألي أنت لو موجود في كافيه مثلا أو في أي مكان عام وفتح الواي فاي في المكان ده أنت جهازك عرضة جدا لأن أي حد يدخل عليه أو أنه يطلع على بياناته لو هو طبعا تعمد حدوث ده يعني. 100%، بس مش بس يدخل عليه، هو انت بتتواصل بشكل لاسلكي مع احنا اللي بنسميها اكسس بوينت، انت جهازك بيبث يعني بالهواء مش بس للاكسس بوينت هاي، بيبث بكل الاتجاهات. ممكن في اليوم وسائل للتجسس، وسائل للتلصص، ممكن برضه هي تاخذ نسخة عن هذا الكلام اللي انت بتبثه. معلش ثانية واحدة بس، هو حضرتك قلت ان الاجهزة بتبث من خلالها مش بس للاكسس بوينت دي ولكن بيكون الموضوع بشكل عام، يعني معلش اشرح لنا بس شوية يعني ايه ان الجهاز نفسه بيبث. يعني احنا انا مثلا انا لما اكون بتواصل مع شبكة الانترنت من خلال موبايلي مثلاً. موبايلي بتواصل بشكل لاسلكي مع جهاز معين اللي هو الاكسس بوينت اللي هو الراوتر اللي انا واخد منه انترنت، اللي هو ممكن يكون الراوتر اللي انت بتاخد منه انترنت، لكن انت لانه بطبيعه الكوميونيكيشن هذا، طبيعه التواصل هذا لاسلكي بيبث بكل الاتجاهات، اوكي. واحد من الناس اللي بتلقوا الاتصال هذا اللي هو الاكسس بوينت او الراوتر اللي حضرتك اتكلمت عنه، بس برضه هذا الاشعاع او هذه الويفز اللي طالعه برضه بتروح لناس كثير. فطبعا احنا بنحرص، علشان هيك لما نعمل نجيب راوتر جديد او نجيب ديفايس جديد في مجموعه من الاجراءات للتشفير، لاختيار نوع التواصل اللي انا بتواصل فيه مع الراوتر، لتامين التواصل اللي ما بين جهازي وجهاز الراوتر هذا اللي هو راح يطلعني بالنهايه يخرجني على الانترنت. طيب يعني في اعدادات معينه المفروض انها تتعمل على الاجهزه، لان يعني انا اول مره اخد بالي من فكره ان انا عشان اكون موجود على الواي فاي الجهاز بتاعي بيبس ويف او بيبس سيجنال او اشاره بشكل عام للجميع، وهو بس بيتلقى الانترنت من خلال الاكسس بوينت او الراوتر ده. دي نقطه خطيره جدا، لان في ناس كتير ممكن اكون انا موجود في مكان وانا لوجد ان على نتورك معينه، نتورك سليمه ما حدش اشتكى منها، ولكن في حد موجود قدر ان هو يستقبل الويف او السيجنال او الاشاره بتاعتي وقدر ان هو يخترق الجهاز بتاعي مش بس من خلال شبكة الانترنت اللي انا داخل عليها. ففي اي اعدادات معينة ممكن تتعمل ننصح بها الناس او في اي اجراءات لازم تتخذ؟ احنا طبعا زي ما قلنا احنا في اجراءات لتشفير البيانات. انا بصير اي نعم انا ببث بشكل يعني لاكثر من جهة او لاكثر من اتجاه، لكن الداتا اللي انا ببعتها او المعلومات اللي انا برسلها مشفرة، ما راح يفهمها غير يعني هي بيني وبين الجهاز اللي بتواصل معاه، فهي لو راحت لحد تاني راح تكون معلومات مبهمة ما راح يقدر انه يفكها او يفهم ايش البيانات اللي عم بتم التراسل معها. ولكن لو كان متخصص يقدر انه يفك هذا التشفير، الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا هو دائما، بس هو الفكره فين؟ الفكره انه كل نظام عمله بني ادم موجود يعني عايش بيننا، اكيد في بني ادم ثاني حيكون يعني اذكى منه يقدر يعمل نظام يخترق هذا الكلام، لكن اللي احنا بنعمله دائما في كل مجالات الحياه مش بس بالعالم السبراني، انه احنا بنحاول نصعب المهمه على الشخص اللي بده يخترق امني. بالضبط، ودي فكره الامن السيبراني يعني. ولكن سريعا جدا جدا، يعني هل ترى حجم الانفاق على الامن السيبراني وحجم الاستثمار في مجال الامن السيبراني يتوافق مع يعني حجم الهجمات اللي بيتم في كل حته في العالم خلال الفتره الحاليه ام لا؟ طبعا ما هو بيعتمد برضه على الهدف، فاحنا طبعا اليوم عم نصرف مئات الملايين في المنطقه على التحول الرقمي وعلى كل الاشياء الالكترونيه هذه،
وعم نصرف. يعني احنا سعيدين بالازدياد المضطرد في الانفاق على المجالات السايبر سيكيورتي والامن السيبراني، لكن يعني احنا زي ما احنا عم بنحسن دفاعاتنا في ناس اشرار عم بتحسن هجوماتها طبعا، ودي اعتقد ان دي حرب لن تنتهي يعني، ولن يكف احد من الطرفين عن تطوير نفسه يعني. المهندس جميل ابو عاقل مستشار امن المعلومات، شكرا جزيلا ليك يا فندم على وجودك معانا من دبي، نورتنا. وهنطلع فاصل دلوقتي وبعدين نستقبل ضيفنا المهندس محمد الدلال المدير التنفيذي لشركه تاجني، خليكم معانا.